ولنقاش تفاصيل الملف الإيراني ينضم إلينا عبر الهاتف من لندن المتخصص في الشأن الإيراني محمد المذحجي. أهلا بكم سيدي. تحياتي لحضرتك والسادة المشاهدين الكرام. وصف موقف بعض الدول الأوروبية بالموقف المتساهل مع إيران أدى لاحقا إلى خرق طهران للاتفاق النووي، ما مدى صحة ذلك؟ يعني نحن حسب اللي شاهدناه من المواقف الرسمية للدول الأوروبية فهي تعول على الدور الإيراني في المنطقة للحفاظ على حوزات نفوذها، وإن شاهدنا بعض الأحيان انتقادات أو بعض الخطوات خلنا نصفها بهدف الضغط على إيران، هي ليست إلا للمساومة في مفاوضات معينة سرية حول الملفات المختلف عليها مع إيران، وليست ولن تصل الدول الأوروبية في هذه الملفات إلى المستوى التي ذهبت إليه الولايات المتحدة، أي بمعنى مخطط إسقاط النظام الإيراني أو في أدنى تقدير تغيير السلوك الإيراني المعادي الإرهابي في المنطقة، وهو أصلا هذا السلوك وهذه الميليشيات تدعم بغطاء أوروبي ولديها كامل الحرية في الدول الأوروبية، في كل الدول الأوروبية وحتى هنا نحن نعيش في لندن ونرى مدى حريتهم في التحرك والتنقل والتخطيط والأموال، ويعني ملفات عديدة يمكن أن نتحدث عنها. فالموقف الأوروبي لا يأخذ على محمل الجد من وجهة نظر الضغط على إيران. كانت طهران اعترفت أيضا بأنها تواجه مشكلات في تحويل الأموال بسبب العقوبات الأوروبية، كيف أسهمت العقوبات في شل القدرة المالية للنظام الإيراني على دعم ميليشياته في الخارج؟ يعني أولا يجب أن ننتبه أنه لا توجد عقوبات أوروبية بذلك المعنى على إيران، هي بالأصل عقوبات أمريكية على البنوك الأوروبية، بمعنى أي بنك أوروبي أو أي شركة أو يعني مؤسسات مالية تتعامل مع إيران أو تحول الأموال من وإلى إيران يتم فرض عقوبات من قبل الولايات المتحدة عليها، فهذه المؤسسات المالية والمصارف هي تمتنع عن التعامل مع إيران ولا توجد عقوبات على إيران بذلك المعنى. تحدثت صحف غربية أن النظام الإيراني قلق من ضربة أمريكية محتملة قبيل مغادرة ترامب للبيت الأبيض، ما مدى صحة ذلك؟ يعني الآن إحنا إذا نريد نحلل هذا السؤال ونجيب عليه يجب أن ندخل في عمق الصراع في الولايات المتحدة بين المعسكرين، معسكر القوميين ومعسكر الديمقراطيين أو الجمهوريين والديمقراطيين في الولايات المتحدة. إذا تصاعد الأمر في الولايات المتحدة، الولايات المتحدة ستوجه ضربة معينة محددة إلى الصين وليس لإيران في الصراع السياسي المحتدم في الولايات المتحدة. وأساسا الأمر ليس محسوم كما يروج في الإعلام بأن انتخابات رئاسية محسومة لصالح بايدن، وهذا غير دقيق، هذه التحاليل والأخبار التي تروج من قبل الإعلام الأمريكي المنحاز للديمقراطيين. فالصراع في الولايات المتحدة قد يؤدي إلى توجيه ضربة لإيران إن تصاعد الصراع في الولايات المتحدة، وطبعا الصين الموضوع لا يقتصر على إيران، ومن يدعم إيران أي الصين. يواصل النظام الإيراني تحشيد داخليا وخارجيا، ما مدى قدرة الداخل الإيراني على تحمل مزيد من الضغط من النظام؟ يعني الآن الأوضاع من وجهة نظر يعني من مستوى الشعبي هي في حالة انفجار، أي لحظة ممكن نشهد احتجاجات واسعة بالبلاد بسبب تدهور الوضع المعيشي، وكذلك أضيف على ذلك الصراع ما بين الحرس الثوري وحكومة روحاني ووزارة المخابرات تحديدا، هناك صراع مخابراتي داخل إيران بين وزارة المخابرات التي تتبع الحكومة وجهاز استخبارات الحرس الثوري، وهذا أيضا يزيد من احتمالية يعني خروج الشعب إلى الشارع، أي جهة ما تستغل الغليان الشعبي لضرب الجهة الأخرى. فالوضع الإيراني بالنسبة في الداخل هو وضع يعني بالنسبة للنظام هو وضع مأساوي. شكرا جزيلا لكم المتخصص في الشأن الإيراني محمد المذحجي، حدثنا عبر الهاتف من لندن.